قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وذلك أن المحبة قد تخللت قلب المحب، فلم يبقى في قلبه مكان إلا وقد سرت فيه هذه المحبة. والخلة قد ظفر بفضل من الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن الله قد اتخذني خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم خليل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته